بناء عليه، فنحن نتوجه إليك أيها الزميل تحت صوت الجماهير، صوتها الصاعق الحار الذي ينادي بالاشتراكية لتحقيق الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتطبيق قانونها العادل. انت ايه اللي مسهرك لغاية دلوقتي يا فكر؟ انت بتعمل ايه يا فكري؟ مفيش. انت ايه اللي قومك من النوم دلوقتي؟ مالك اتخضيت كده زي ما تكون شفت عفريت؟ بتعمل ايه يا فكري؟ خضيتيني؟ اعملي صوت، كحي، اعتصي، ان الجحيم هو الاخرون. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. عاوزه ايه؟ انا مش عايزه حاجه يا فكري، انا بسالك انت بتعمل ايه؟ شايفاني بعمل ايه؟ بعمل ايه يعني؟ بخرط ملوخيه؟ ده قلم ودي ورقه ودي دماغ بتفكر، انا اكتب اذا انا موجود، استوعبتي؟ هو انا عميت؟ هو انا انتصيت في نظري؟ ما انا عارفه ان ده قلم ودي ورقه. انا بسالك انت بتكتب ايه؟ قصه قصيره. بجد يا فكري؟ ايه ده؟ يا حليله يا حليله، بقى انت بتعرف تكتب قصه قصيره؟ طب مش تقول لي فكره عشان تقراها؟ ايه ده؟ هو انت هتقعدي؟ بص عليك، ليه كده يا فكري؟ ليه بتصدني كده؟ مش انت دايما تشتكي لعزيزه تقول لها ان انا مش بشاركك في حياتك؟ خلاص انا ما عنديش مانع انك تقعد تقرا وانا اقعد اسمع. انت اللي ما عندكيش مانع؟ يا لا سخريه القدر. وما عنديش مانع كمان انك بعد ما تقرالي اديك رايي. طب تصدقي بقى انها فكره، الواحد لازم يكتب ببساطه وسهوله عشان توصل للدهماء. طب ركزي بقى معايا، ها اسمعي. في ظل ايديولوجيه النظام الراسمالي القائم على فكري. يعني ايه الايديولوجيه دي؟ معلش اظن يا فكري، اصل انا عايز اخش معاك في الغميق بسكافه. ده نظام فكري. النظام بتاعك يعني؟ بتاعي انا؟ مش انت اللي بتقول فكري؟ اول القصيده كفر. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. طب يلا يا فكري كمل بقى، ما تقطعش حبل افكاري، كمل. انا فاهمه، كمل بس قرايه. انا فاهمه، اتفضلي اسمعي. في ظل ايديولوجية النظام الرأسمالي القائم على استغلال الانسان لاخيه الانسان، لا يمكن ان توجد حرية حقيقية بالنسبة للغالبية العظمى. ها فهمت حاجة؟ طبعا فهمت. وانا غبية؟ طبعا فهمت. انت من اللك ده كله عايز تقول ان في ناس بتكسب ولا تتعبش، وفي ناس بتتعب ولا تكسبش، على رأي اسماعيل ياسين. ها صح ولا مش صح؟ يخرب عقلك يا سناء، يخرب عقلك بجد، تصدقي صح؟ طب ده انا هبتدي بيها اول المنشور، قصدي اول القصه بتاعتي. طب كمل عشان انا متابعه معاك، كمل. بس على فكره دي مش قصه يا فكري، صح؟ اخبار السيد منيل، انت بتقولي ايه؟ سبع بركات يا أما، العجل يتربى في عزك. البركة فيك يا شخلول، البركة فيك يا حبيبي. بس ما قلتليش احنا هنعمل في العجل ايه؟ زي ما اتفقني، يسبع ونبيعه على طول ونرجع الجاموسي. والواد عوض مش هتديله 30 جنيه؟ ليه؟ استفدنا ايه يعني؟ اللي نبيع به العجل نديه لعوض؟ دي ناس ما عندهاش ضمير، ناس ما عندهاش أخلاق. والنبي يا ابني على رأيك، الناس بقت طماعة معرفش ليه. بس فكرك يعني هو هيديك الجاموسة لو ما اديتلوش التلاتين جنيه؟ لا، وهو أهبل يعني؟ لا عوض مش أهبل، بس هني برضك مش داقي عصافير. يعني هتعمل ايه؟ مش عارف لغاية دلوقتي هعمل ايه، هفكر له في فكرة كده، بس محتاجة لها الواحد ايه يشرب له حجرين. ايه؟ اعمل لنا كوبايتين شاي. حاضر يا ابني من عيني. حاضر.
معمر الطاسي. ازيك يا شغلول؟ صباح الفل يا ست الكل. انما ايش هيك دي كلها؟ تتمقلتي عليا كمني يتيم يعني؟ ايه العلاقه؟ ما قلتليش ايه السر؟ لا ولا سر ولا حاجه، ربنا كرمني الحمد لله وترقيت من تاجر بيض لتاجر كتاكيت. اتفضلي يا ست الكل. بيعجبني فيك طموحك يا شخور. طموحك ليه؟ ليه عامله ازاي يعني عدم المؤاخذه؟ يعني يبقى عندك حماس انك تحقق ثروه. عدم المؤاخذه يعني الفقر ريحته وحشه والغني شكيته شوكي، البلد بقت في دوك، الفقير قرص وتعبان قالوا له اسكت بطل كلام. يا عم الغنى غنى النفس والفقر بيكسر النفس. قال يا ست كله، هو مين اللي قال يعني لو كان الفقر راجل لكنت غزيته وموته؟ علي ابن ابي طالب، افهم من كده انك بتحلم بالثروه؟ حتى الفقير اللي زيني الحلم بتاعه ليه سقف برضه. حلم له سقف؟ يعني انت عايز تحلم من غير سقف، من غير حدود؟ لا مش من غير حدود، انا كل اللي انا بحلم به يعني حلم صغير قد كده. طب وبتفكر تحقق حلمك ده ازاي؟ والله يعني لو جنابي العمدي مدلنا ايده كريمه وساعدني هتفرق معايا كتير. طب عايز ايه من حضره العمده وانا اكلمه لك؟ يعني يا ريت يعني يرقيني درجه كمان. طب والخطوه دي تتم ازاي؟ اقول لك انا تتم ازاي؟ اه صلي على اللي هيشفع فيك يوم الدين. عليه افضل الصلاه والسلام. تعمل ايه عندك يا عالم؟ شخلوق. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يالا؟ هي عال اما انت امرك غريب، بفك الجاموس عشان اخد. طب فين الفلوس يا عال؟ يا سلام عليك يا عال، دي انا يعني كنت شفتني فكيتها وخدتيه، ومع ذلك خد يا سيدي خد اهوم. اخلص حلال عليك. ايه ده؟ ايه دول يالا؟ ايه 5 جنيه حلوين حلوين. حلوين ايه؟ انت تستعمل ابن حفيظه يا عوض؟ شيل ايدك عيب، مش كده احنا اصحاب يا عوض. لا مفيش صحوبيه. بقول لك ايه، ابي بال 30 جنيه يا ابن حنظل. والله والله ما معايا، ورحمه ابويا وحقي من اماته ما معاي. ولا انت مش بعت العجل يالا؟ ايوه بعته ب 10 جنيه كنت مديون لشيخ البلد اديتهم له. انا مان انا بشيخ البلد؟ بقول لك ايه، الاتفاق اتفاق، مش لابع عيال. انا بقول لك اهو. حاضر اديني بس يعني شويه وقت كده وادبر لك الفلوس. ده انا يتيم يا عم. يتيم؟ صدق صعبت عليا. لا بقول لك ايه، هم يومين مش هستنى اكتر من كده. ماشي حاضر. يلا والله جدع جدع يلا يا عم. اتكل على الله. يلا يا سلام عليك والله العظيم جدع. ولا بتعمل ايه عندك يا الله؟ احنا مش خلاص اتفقنا يا عوض؟ لا يا حبيبي، تجيب الفلوس تيجي تاخد الجاموسه. يا عوض عيب يا عوض، ما تجيش منك انت، خليك جدع. لا انا مش جدع يا خفيف. بقول لك ايه، هات الفلوس الاول تاخد الجاموسه، بلاوي اللي بتتحدف علينا دي. خلاص يا عم ما تزوقش، هدبر لك الفلوس واجيبهم لك، بس خليك فاكر بقى يا عوض.
مية ميسة يا سعادة الباشا. الأمن مستتب وكله تمام. شخلول يجيب التايهي. اللي عليه الكلام ظهر ومان. جهز بقى سيادتك البوكس والكلبشات والعساكر. عرفتوا مكان عوض؟ شخلول يجيب التايهي يا سعادة الباشا. عرفت مكان عوض والجاموسي. شيش باش ولا فيش؟ ما هو مفيش من زمان يا حضرة العمدة. وانت سيد العارفين ربنا يقضي الايام السودة دي على خير. بقى انت يا راجل اللي بتشتكي، واما بنعمة ربك فحدش. لا اله الا الله يا حضرة العمدة. حتى انت كمان، انت كمان بتقول علي تكونش فاهم ان اللي تحت القبة شيخ، ولا تكونش انت اللي قويت الواد تهامي علي؟ لا انا اللي بدفع له اجرة المحامي. بتقول ايه يا حضرة العمدة؟ بدفع له اجرة المحامي؟ ومالك اتخضيت كده؟ انت لو صاحب حق ان شاء الله حتى يقوم 100 محامي. الاناية بتاعتك بتاعتك عمدة. ده انت الوحيد اللي عارف ان الاناية مش بتاعتي، بس المسألة دخلت ودور انت. وانت مش مقامك تاني يا راجل. بنجيك ومقامي انه يتجرى عليا ويرفع عليا قضية في المحكمة بتاعت المركز؟ ينفع ده يا طب انت يرضيك انه يعمل فيك كده؟ لا يا حضرة العمدة ما ينفعش. الفلاحين دول صنف نمرود، ان ما كانتش عصايتك قوية عليهم ما يخافوش منك. واللي قبلنا قالوا اضرب المربوط يخاف منك السايب. والقنا الجاموسه علينا، والقنا الجاموسه علينا، والقنا محروسه علينا، والقنا محروسه علينا. وعوض في السجن، عوض في السجن، وعوض في السجن، عوض في السجن، وعوض في السجن، عوض في السجن، وعوض في السجن، عوض في السجن. عليا النعمه يا شيخ لول، ما جابتكش ولا ده، خلصت البلد من شره. وعوض في السجن، عوض في السجن، وعوض في السجن، عوض في السجن. استنوا رجالي استنوا. والعجل فين يا حفيظي؟ العجل فين يا شخلول؟ ملحقناهوش، باعه ابن الرفضي. ملحوقه يا ابن المتضايقه. الفحل موجود والمحروسه عندنا، والمحروسه لقيناها، لقيناها. وعود في السجن، عود في السجن، وعود في السجن، عود في السجن، وعود في السجن، عود في السجن، وعود المحروسه لقيناها، لقينا المحروسه لقيناها. بجد هتدفعوا لاجره المحامي؟ ليه؟ عاملها نادر ولا فاتحها سبيل؟ تتشكلوا انتوا وانا ادفع. وناوي تعمل ايه؟ ناوي يا عمدة امطمط في القضية لغاية اما زهقوا وكرهوا في عيشته. امال ايه؟ هو قد مصاريف المحاكم الجربوق ده؟ ومكنة الطحين هتسيبها كده خربانة؟ دي بتضحك على ايه؟ ما هو يا عمدة همي يبكي وهمي يضحك. بقى معقول الجربوع ده هو شخلون ابن حفيظه عايز يأجر مكنة الطحين بتاعت شيخ البلد؟ مش بقولك الجرابيع والإمامة عينيهم فتحت. وانت خسران ايه ما دام هيدفع لك الأجرة؟ يدفع لي منين يا حضرة العمدة؟ انت بتصدق ده واد باطو والنجم ما حلتوش اللاضع. يا حضرة العمدة الشكل ده هيأجر مكانتي أنا؟ تصدق بالله إنه كان بيفصلني في قرشين عشان يصلح المكنة. أما ما يدفعش يبقى طرده. إيه المشكل يعني في كده؟ الإشكال مش في كده، الإشكال إنه مادام أجر المكنة هيبص لفوق وعايز يشتريه، فإذا ما اشترى المكنة خلاص بقى يبص لفوق تاني وعايز يشتري أرض. إذا اشترى الأرض خلاص بقى من الكبار وبيتحكم، ويبقى أنا وأنت ملناش لازمة في ما تصحى. أمال يا عمدة؟ لا 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 لا، مش للدرجة دي يا شيخ البلد. وافق أنت بس وأنا أضمن لك إنه ما يبصش لفوق أعلى من كده. معقول يا حضرة العمدة؟ ده وطم
أنا موافق، بس بشرط يدفع جوز جنيهات في الشهر. إيه؟ جوز جنيهات؟ بتقولي جوز جنيهات ولا أنا ما سمعش كويس يعني؟ أيوة يا شخلون، بابا حاول يخفض معاه وهو مرضيش. إيه راجل مفتري وما برعيش ربيني، عارفة الراجل دي لو أهله كلهم يجيبوا قرش هيبيع. أنا رأيي بقى إنه راجل غبي، هيعمل إيه ويستفيد إيه من مكنة عطلانة؟ ده راجل غبي وما عندوش على المؤاخذه اللي انت قلت لي عليها قبل كده دي طموح. صح. الا هو مين اللي قال يعني الدنيا دي لازم الواحد يعني ياخدها بالعافيه ويعافر معاها لو عايز يعيش؟ قصدك لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. ايوه يسلم فمك، مين اللي قال الكلام ده؟ هو نفسه اللي قال لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. ايوه عرفته، يبقى جه مصطفى كامل باشا. صح يا شخلول، عليك نور، انت دايما كده بتجيب التايه. قول لي بقى عاوز تعافر ازاي؟ لا ما تقلقيش على شخلول، شخلول بيحط حاجه في دماغه وبيجيب اخيرها بعون الله. هعافر هعافر. صباح الفل يا سعادة الباشا. ده انت اللي باشا يا باشا. اهلا اهلا وسهلا شخلول باشا. اهلا بيك. اهلا بيك. ايه تشرب ايه معاليك؟ اتفضل. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. يا سلام. فز فزك بومبا. ساعتك اللي قلت لي اتفضل اقعد يا سعادة الباشا. بقول لك اتفضل اتكلم مش اقعد. انا فهمت غلط. ها ايه الاخبار؟ الامن مستتب؟ مستتب طبعا يا سعادة الباشا، دي كله بفضل سعادتك. يا سلام، البلد كلها يا سعادة الباشا بتدعي لسعادتك من ساعة ما انت خلصتهم من الواد عوض الحرامي. مين قال كده؟ ده بفضلك انت يا شخلول باشا. امورني. العفو يا بيه، ده انا اللي رقبتي سدادي. يا ريت بقى سعادة الباشا يعني تكمل جميلك وتشدينا شيخ البلد دي. أشد شيخ البلد؟ ليه خير؟ هيجي منين الخير بس يا سعادة الباشا؟ ما انت عارفه ده شر، الراجل شر وسو. ما انت عارف سعادتك ان هو اشترى الارض من الشيخ التهامي وقطع عليه المي وعفى محاسيبه من مخالفة الرأي وكذبها باسم الغلابة لما لهمش ظهر. قلت لي الكلام ده 100 مرة قبل كده. انا عايز اعرف انت ايه مصلحتك ان اشده؟ أنا ماليش مصلحة سعادة الباشا، دي مصلحة الناس الغلابة. وزي ما مصطفى كامل قال ما يستحقش ينزل من بطن أمه اللي بيقعد يعيش لنفسه لوحده دي. بطل غلبة قال، أنت هتعمل لي زعيم؟ اتكلم على طول. إيه مصلحتك إن أشد شيخ البلد؟ بصراحة يعني يا سعادة الباشا ومن غير لف ودوران ما كانت الطحين يا سعادة الباشا. ما تسمعونا الصلاة على النبي كده يا اخواني. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ايه ايه خد امسك يا حاج، الطاسة سخنت اهي. ايه امال الحداف واقف ليه؟ سم قول يا كريم يا هادي. يا رب قولوا معايا يا اخواننا. يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا برضو قفشه لسي، مع ان الطاسه سخنه والمفاتيح مقفله والصواميل كل حاجه جاهزه. تكونش ركبتها جنيه او مساها شيطان والعياذ بالله. جنيه تهيالة، جنيه تهيالة يا ابو مخ خفيف. مش جنيه، كل حاجه بالعقل، كل حاجه تفكر لها وتوزنها وتظبطها وربك يكرم. بس سمعونا الصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. وعلي كده يا شيخ البلد، وعلي بص قاعد مضايقني. انا ما بديش الزريبه غير الحمار الغريبه في ايه؟ السما يا رب. قول اجيب لك خشبه. لو لولا خشبه يا اخواني اسعد بيقول حاجات كده اهو. ادي الخشبه. خد يا سي شخلول. اسمع كلامك. حاضر يلا يا سيدي. هوبا. يا كريم استنى بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. خشبتين بس، خشبتين اللي هو اي حد بيجي يتكلم ويفتي وخلاص. مش عايزين خشب. استنى يا اخواننا اصبروا اصبروا، هات المفتاح دي تاني. انا مش عارف المفاتيح دي بيجيبوها من ايه. وايده مقفول. بقول لك ايه، وانا اروح هات لي حته ليفه يالا سد الخرم اللي هنا ده، يمكن ربنا يكرمنا ان شاء الله. بسرعه يالا. اهي
انت بتحكى يا خي. بس تمام كده، تعال عم ساي، تعال معاي في السلم بتاع دي من هيني. يلا اشتغل معاك انا؟ لا مالكش دعوه انت، سيبني اهو، ناس بتساعدني هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وسع شويه كده وبعيد عن المكنه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الصوت طلع اهو، تعال دور لي من هيني. ودارت المكنة؟ دارت المكنة الحمد لله. ألف مبروك يا شخيمة. الله يبارك فيكي. والله يا ستي الكل أنا ربنا كرمني وفتح علي من واسع من يوم ما ابتديت أسوقلك الكارتة دي. لا يا شخلوق، أنت اللي مجتهد وطموح ومن جدة وجد، ويعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ما بيرزقش الهاجع والناجع والنام على سرطان ودنه، والمطالب ما بتجيش باللي اسمه ايه اللي انت قلت لي عليها قبل كده دي، اسمه ايه؟ بالتمني. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. يا سلام، يسلم فمك انت ومصطفى باشا كامل. لا يا شخلوق، ده مش مصطفى كامل. ايه؟ اشمعنى دي اللي مش مصطفى كامل؟ ما بيقول لنا كل حاجه. والله ضحكتك زي الفل يا ست الكل. شي ارفع الهدوم كحه كده كمان. خلاص خلاص، الكحه دي عندك من امتى؟ من عاشوره اللي عدت يا دكتور. عاشوره اللي عدت وسكت عليها ليه؟ ايه عجبك متفائل بيها يعني؟ وايه اللي فكرك ان انت تيجي تكشف النهارده بالذات؟ اصل امبارح الصبحيه نزلت الترعي اخد غطسين، وكان معايا الواد رجب ابن اخو الشيخ التهاني. كويس. حكيم يا دكتور، ده واد العبان وشايف نفسه حبتين. يا راجل وانت هتحكي لي قصه حياتك، ما تقول لي حاسس بايه وخلصني. جاي لك في الكلام اهو يا دكتور. طلعت من الترعي تهت عن خلقاتي، قعدت اتلفت يمين وشمال ما لقيتهمش. اتفضلي يا ست الكل. هوب، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت رايح فين؟ ايه اللي رايح فين؟ داخل الدكتور. دكتور ايه؟ انت مش شايف النظام؟ الدخول بالدور. يا عم دور ايه؟ مفيش وقت للدور. اوعى. لا 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 لا، هي عافيه. طب ورحمه امي ما انت داخل. الواد رجب قاعد يضحك ويتمقلت علي، لبس هدومه وسابني. قعدت ادور تاني عن خلقاتي. تفتكر يا دكتور سعادتك لقيتهم فين؟ اللهم طولك يا روح. يا بني ادم انت بهدلتني معاك، يا اما تقول لي حاسس بايه يا اما تتفضل تمشي بقى. يا عم في كشف. الحقنا يا دكتور الحقنا. ايه في ايه؟ المزموزه العزيزه بنت جناب العمده في حاله خطره.
فين مفيش وقت يلحق يكشف يا عمدي. طيب دقيقة واحدة افضي السكة. اتفضل اتفضل يا دكتور. معلش هيفضي السكة سيل وبلدني. انما انت يعني يا دكتور عدم المؤاخذة يعني من مصر ذات نفسه؟ ايوه انا من مصر ذات نفسها. غريبي يعني سيادتك يعني باين عليك طيب وابن حلال. يعني يعني عدم المؤاخذة يعني مين اللي اداك زير وحدفك على هيني؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل. ألف سلامة. خير يا دكتور؟ لا خير بسيطة خالص شوية دلع. دلع يا دكتور؟ أمال المغص الفظيع ده إيه؟ معدتك حساسة شوية. الظاهر الست الوالدة اتوسط بيكي شوية وعملت لك أكلة دسمة. ولا دسمة ولا حاجة، ده حتى رجعت من المدرسة ما كلتش. مش لازم النهاردة، امبارح. ولا امبارح، دي ما بتاكلش خالص، ده حتى كنت هشتكي لك إن المغص ده من قلة الأكل. خلاص. يبقى هو ده العلاج. بلاش أكتب لها روشتة. ماما. أسفين يا دكتور. هو أنا قلت حاجة غلط؟ لا لا. انت قلتي اللي بتقوله كل ام عن ولادها، ما بياكلوش وما بيسمعوش الكلام. دكتور انا مش صغيره. مش صغيره في نظري لكن في نظر ماما هتفضلي طول عمرك صغيره. دكتور اكتب لها كده شويه مقويات. لا يا دكتور اكتب لي مسكن المغص. انا مش هكتب حاجه. سلام عليكم. استنى يا دكتور، رايح فين؟ الظاهر ان انا ماليش لازمه في البلد دي. اسفين للمره التانيه يا دكتور، اتفضل اكتب الروشتة. عقابا ليكوا بقى انا هاملة الروشتة وش وظهر. كده بقى انت مش بتعاقبنا احنا، انت بتعاقب بابا لان بابا هو اللي هيدفع. ما هو للاسف الدكتور مننا ما يقدرش يعاقب المريض بتاعه خصوصا. خصوصا ايه يا دكتور؟ خصوصا لو كانت معدته حساسة زيك. الف شكر يا دكتور، هتطل عليها تاني؟ اه طبعا ضروري، هعدي عليها بعد يومين. خير يا دكتور؟ لا خير ما تقلقش، ما فيش اي حاجه الحمد لله. طب اتفضل استريح. تشرب ايه؟ لا معلش عشان سايب المرضى في الوحده. طيب احنا متشكرين قوي يا دكتور. لا انت بتعمل ايه؟ لا ما يصحش. ايه لا لازم تاخد، ده مش ممكن. لا 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 الف الف شكر يا حضره العمده. شكرا الف شكر. انت كده بتحرجنا يا دكتور. لا انا بس ليا طلب عند حضرتك. امر. تردم لنا البركة اللي قدام الوحدة، حالات الملاريا كترت قوي. يا سلام، بس كده من بكرة الصبح هتلاقي عربيتين ردموا قدام الوحدة. ده انت تؤمر. ألف شكر يا حضرة العمدة. شكرا، سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا دكتور. ايه الأخبار؟ طمني. لا خير طمن، بس للأسف يا دكتور شخلول تشخيصك طلع غلط، ما عندهاش أعور. داش اعور؟ هي حرة بقى. كشفت كويس بالسماعة يا دكتور؟ لا ده انت خدت عليا قوي. انا بضحك معاك بس يعني اصل المزموزة العزيزة دي غالية علينا كلين. وطلع عندها ايه؟ لا بسيطة، شوية برد في المعدة. المعدة ها؟ المعدة اللي هي هنا. المعدة ليه يا عيني؟ زي ما انا قلت لك يعني. ربنا يكرمك يا دكتور وينور بصيرتك. ما شاء الله ما شاء الله زي الفل والله يا دكتور. قول لي يا شخلول، هي دي بنت العمده الوحيده؟ لا هي ليها اختين متجوزين في البندر وليها اخت هيني، بس هي الوحيده بقى يا دكتور اللي كملت تعليمي. عارف اني كل يوم اوصلها لمحطه القطر وارجعها. شي حمار. بنت رقيقه ولطيفه قوي. بقول لك ايه، هي مرتبطه يا شخلول؟ يعني ايه من الخطه دي؟ يعني مخطوبه او حد متكلم عليها؟ غالي معرب طبعا، واحده زي دي اكيد العرسان بيتحدفوا عليها. طب ما تعرفش اللي زي دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ ما بتردش ليه يا شخلول؟ عدم المؤاخذه يعني يا دكتور، انت مش لما بتكشف على اي بني ادم مش بتاخد الفسيده بتاعتك؟ فسيده؟ وده ماله ومال السؤال اللي انا بساله لك؟ هو ايه اللي ماله؟ يعني عدم المؤاخذه الحين يفيا كله بتعمله. يا ساتر، ده انت مدي قوي. انت عايز كمان تبيع لي المعلومات؟ خلاص يا سيدي مفيش داعي.
انت كل حاجه واخدها جد كده يا دكتور؟ انا كنت بهزر معاك، قلت لي المعده طلعت فين؟ وهني. ايوه يا سيدي. غيروا مكاني، الحكومه دي عليها حاجات كده. تخضينا على ما فيش يا عزيزه، ده احنا قلقنا عليكي قوي بجد. ما فيش حاجه يا ماما؟ قال انك زي الفل، بس تاكلي مسلوق يومين ثلاثه لحد ما معدتك ترتاح، اصلها حساسه قوي. وهيجي يشوفني تاني؟ لا، مش في استشاره. خلاص نبعت نجيبه بعد اسبوع 10 ايام كده. يس، الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك يا شكرول، الف شكر. الله يسلمك. اهلا رجالي، مع السلامه، ربنا يقويكوا. مع الف سلامه يا رجالي. مع السلامه يا محمد عدوي. دول رايحين فين دول يا شخلول؟ دول رايحين الطراحيل، دول عمال الطراحيل. طراحيل؟ ايوه، ما انت ما تعرفش صحيح، ما انت غريب عن البلد دي، واللي ما يعرفش يقول عدس. قول عدس يا دكتور. اشمعنى عدس يعني؟ والله ما اعرف. ليه ما اقولش فول مثلا او ذره؟ اذا انت جعان باين عليك. لا اصل انا سمعتهم يعني بيقولوا اللي ما يعرفش يقول عدس، انا سمعتها كده. ما هو مش لازم اي حاجه تتقال الواحد يقولها كده من غير ما يفهم هي ايه، لازم الاول نفكر فيها يا شخلول. ايه يعني؟ ايه يعني؟ اي حاجه تسمعها لازم تفكر فيها الاول، واي حاجه تتسال فيها وما تعرفهاش لازم تسال انت لحد ما تعرفها. يعني اسال ولا اسال؟ يعني عدم المؤاخذه يعني دكتور، انت برجلتني نافوخي. تعرف تقول لي بقى برجل يعني ايه؟ يا دي يوم الاسئله، عشان يعني قلت لك برجلتني نافوخي. صح، وهي برجلتلي دي بقى جايه من برجل، والبرجل والمنقله دي ادوات هندسيه. طب عدم المؤاخذه يعني اما دام هندسيه انت مالك ومال الهندسه؟ وانت دكتور ولا باش مهندس؟ ايوه دكتور، بس اي حاجه بتتقال قدامي لازم اعرف اصلها وفصلها ايه بالظبط. ايوه ماني برضك زيك كده يعني يا دكتور. ولا بسيوني، بقول لك ايه يا شخلول؟ عايز ايه؟ هم دول عمال طراحيل؟ طراحيل ايه يا خايب انت؟ دول عمال اللي بعتهم ابويا العمده عشان يردموا البركه اللي قال عليها الدكتور. يا بالسرعه دي؟ يا سلام، قال لي بكره. شوف بقى انت بقى غلاوتك قد ايه يا دكتور عند جناب العمدي، على طول امر بردم الترعي. كويس والله، بس هو وعدني انه هيردمها بكره الصبح. لا ما هو اصله يعني ما بيرتاح لحد بينفذ له طلبات وما بيقولوش لا ابدا، عارف انا ابويا العمده دي ما بيقوليش لا على ايوتا حاجه ابدا. طب كويس يا شخلول، بس شفت ازاي بقى ان هم ما طلعوش عمال طراحيل زي ما طلعتش عزيزه عندها الاعور؟ ها لا ما انا خلاص يعني بص يا دكتور، اتعلمت من جنابك يعني ان انا اسال لغايه ما حد يسالني، فاقوم ساله فهو يسالني ونلخبط بعضين. كويس، المهم ان انت بتفهم في الاخر. الحمد لله. طيب. سلام يا دكتور. سلام. مع السلامه. بتضحك على ايه يا عمده؟ هو انا قلت نكته؟ نكته هي نكته وبس. يا سلام عليك يا منيره، الفت روايه وحكايه ونهيت الحدوته بمعرفتك في نص ساعه. وفيها ايه ما دام هو رايدها وابوها راضي وانا راضيه؟ طيب اولها عرفت منين انه رايدها؟ عينيه ما نزلتش من عليها طول الكشف، وفي الاخر قال لها معدتك حساسه. يقصد ايه؟ الله، معنى انه قال لها معدتك حساسه يبقى عايز يتجوزها؟ المهم هو قالها ازاي؟ انا واحده ست بقى وبفهم، وما تقوحنيش بقى يا عمر. ماشي كلامك. ها وتاني هام؟ تاني هام هي رايداه، وحتى لو خفت هتستعبط وتعمل عينه وتقعد في السرير عشان يجي لها تاني، والرجل تدب مطرح ما تحب. قلت ايه؟ هقول ايه؟ سلمنا بكلامك يا ست منيره. ايه بقى المطلوب مني؟ اروح اقول له تعالى اطلبها مني؟ ده كلام برضو يا عمده؟ ليه؟ هي بنتنا وحشه ولا بايره؟ انا بس بديك فكره عشان لما يتقدم لها ما تتفاجئش. وهتفاجئ ليه؟ وانا حلاقي احسن منه، ده دكتور قد الدنيا وسنه صغير ومتربي وباين عليه من عيله. ايوه، وعلى الاقل احسن من تاجر المانيفاتوره ووكيل البوسطه والمدعو فكري. شفت بقى؟ يبقى اول ما يتقدم لها يا عمده
نعزمه هنا عزومة معتبرة. ماشي؟ ماشي. شكلت مع الناظر وما كملتش بقية الحصص. بس عليك يا فكري كده برضه تعمل مشاكل مع كل الناس. ليه اتشكلت معاه؟ راجل غبي، المفتش اختبني في غيابي، مشي وراه وصدق الوشاية. وشاية صدقها هو. طب يعني ايه فكري كلمة وشاية دي؟ وشاية يعني ايه؟ ما هو مش ممكن كل كلمة اقولها لك محتاجة مذكرة تفسيرية وترجمة. خلاص يا اخوي بلاش بلاش، لو ده هيضايقك بلاش منه. لا، مسؤوليتي ان انا اتجوزتك بكامل وعي وارادتي ولازم اتحمل التبعات. تفسير: اختبني يعني المفتش اتكلم مع الناظر في غيابي كلام مش كويس. فهمتي؟ قالك ايه يا اخوي؟ قال ان بحرض الطلبة ما يذكروش منهج التاريخ. جد الجد انت عملت كده يا فكري؟ لا، انا صححت لهم الاكاذيب اللي موجوده في المنهج، ما عجبوش كلامي قدمني للتحقيق. ليه كده بس يا فكري؟ ليه توصل الموضوع هيخصم من مرتبك كده؟ انت كل اللي يهمك المهيه؟ لا انا ما بحبكش يعني تعمل مشاكل مع حد احسن حد يزيك يا فكري. مش على حساب الحقيقه، من يعرف الحق عز عليه ان يراه مهضوما. ده ايه اللي انا بقوله لك ده؟ واضح؟ طبعا واضح يا اخوي. انت فاكرني غبيه فيكي ولا ايه؟ انا بفهم. انا فاهمه انت بتقول ايه. بقول لك ايه يا اخوي، انا حضرت لك الاكل اهو، اقعد بقى كل كده ورم عظمك لغايه ما انا اروح مشوار واجي. انت لابسه كده ورايحه على فين؟ هكون رايحه على فين يعني؟ وانا بروح غير الدوار العمدي، هروح اقعد مع عزيزه واتغدى معاه ومش هتاخر. احسن حاجه عملتيها في حياتك. بس انا مش هتاخر. لا اتاخري براحتك. طب يا اخوي والنبي خلي بالك من العيال. حاضر، مع السلامه. اتاخري. ها احنا بقينا كويسين خالص. الحمد لله، البركه فيك يا دكتور. يعني اقدر اروح المدرسه من بكره؟ طبعا. وتفضلي قومي دلوقتي من على السرير، تقدري تنزلي. واكل عادي؟ لا، احنا هناكل مسلوق كام يوم كده بس. معلش، سماح النهارده يا دكتور. يعني ايه سماح النهارده؟ يعني تاكل اللي نفسها فيه ومن بكره تاكل مسلوق. ما ينفعش الكلام ده يا ماما. ينفع كده يا دكتور؟ لا طبعا ما ينفعش. اشمعنى النهارده؟ عشان احنا عازمينك النهارده على الغدا، مش معقول نبقى عاملين المحمر والمشمر وهي تاكل مسلوق. لا معلش معلش، اعفيني انا متشكر قوي. متشكر ايه؟ ده اقل واجب يا دكتور. معلش اصلي لازم ارجع لوحده حالا. وحده؟ وحده ايه؟ ده ساعه زمن والعيانين هيفضلوا موجودين. خليها مره تانية. ابدا ما تكسفنيش امار. جرى ايه يا عزيزه؟ انا اعزم لوحدي؟ ما تزعلناش بقى يا دكتور، وإذا كان علي أنا ما تخافش، هاكل مسلوق.